يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير على اللي بيتابع البيت الكبير جوه وبره مصر، مساء الخير عليكم. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. خلاص ساعات قليلة بتفصلنا عن مباراة الحسم، مباراة فيتا كلوب والأهلي. خلاص كلنا في اللحظة دي بنتمنى وبندعي، بنقول يا رب إنه الأهلي يضع قدماً للتأهل أو لاستكمال رحلته في الأدوار القادمة بإذن الله. ده مش غريب ولا جديد على الأهلي في المواقف اللي زي دي. التاريخ يمكن الأهلي صنع مشواره وإنجازاته بطولاته، فمش جديد علينا هذه المواقف الصعبة، مش أول مرة تمر. إن شاء الله حلقة بنتكلم فيها عن مشوار الأهلي في رحلته لأفريقيا.